طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية منظمة حقوقية تطالب بإخلاء كافة السجون في اليمن. صحيفة بريطانية تطلق على تعز تسمية جديدة مدينة القناصي. في الصحافة الفرنسية النساء في اليمن يصنعن كمامات ضد كورونا. أهلا بكم. لم يسبق لليمن أن ازدحمت بالمعتقلات كما هو الآن في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي على كثير من المدن، وقد وجهت إحدى المنظمات دعوة هامة وفقا لموقع المشاهد نت. منظمة حقوقية تطالب بإخلاء كافة السجون في اليمن، حيث أن منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها في جنيف طالبت جميع الأطراف في اليمن بإخلاء سبيل جميع المعتقلين في السجون اليمنية في ظل المخاوف من تفشي وباء كورونا. ودعت المنظمة كل من الصليب الأحمر ومكتب المبعوث ومنظمة الصحة العالمية للتحرك العاجل في الضغط على أطراف الصراع في اليمن للإفراج عن المعتقلين وتحريك مبادرات إنسانية عاجلة بهذا الشأن. وأضافت المنظمة أن السجون في اليمن تفتقر للشروط الصحية والطبية والإنسانية، وهذا بحسب المنظمة يهدد حياة المعتقلين. وأشارت المنظمة إلى أن الوضع الحالي للمعتقلين لا يجوز أن يخضع للمزايدات السياسية أو الحسابات التفاوضية، وإنما فقط للجانب الإنساني، مؤكدة أن الوضع خطير إذا تفشى فيروس كورونا. وطالبت المنظمة جميع الأطراف بالبدء فورا في اتخاذ التدابير القانونية البديلة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لإخلاء سبيل السجناء، مع التدابير القضائية المعروفة كالوضع تحت الإقامة الجبرية أو الإفراج بضمان أو وضع أسماء المفرج عنهم على قوائم المنع من السفر. الحوثية حاصل جمع ميراث الإمامة وتخريب الجمهورية. تحت هذا العنوان كتب سفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بلقيس. الحوثيون قد يكونون الطبعة الأشد قتامة وتخلفا وجهلا من بين كل العائلات الإمامية التي اكتوى بها اليمن، لكن لا ننسى أنهم في حقيقة الأمر حاصل جمع ميراث الإمامة بحكمها الطويل الذي ترك حصيلة لا يستهان بها من الأدوات الثقافية والسياسية والفكرية ومناهج الحياة الاجتماعية التي قسمت المجتمع بصورة تحكمية إلى طبقات على نحو متعارض مع المناهج العلمية وقوانينها الموضوعية في تفسير ظاهرة الانقسام الاجتماعي بملكية وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تكريس القبول شعبياً بطبقة السادة التي تنتج الحكام والطبقات الأخرى المحكومة التي يظل وضعها دونياً ومصيرها بيد طبقة السادة. كان لابد من مواجهة المشروع القادم من قلب المشكلة التي أصابت النظام الجمهوري بمشروع وطني يستعيد جوهر هذا النظام، وهو المشروع الذي تشكل في ساحات ثورة فبراير متجاوزاً مقاومة خطاب ديني عقيم لم يستطع أن يحمل مشروعاً سياسياً جامعاً، وهو الخطاب الذي ظل يستدعي الصراعات التي تشكلت بدوافع لا علاقة لها ببناء الدولة المعاصرة ونظامها القانوني الذي يحقق العدالة والحرية والمواطنة، وإنما بمنازعات حول الفئة المؤهلة لدخول الجنة دون سواها من المسلمين. كان اللقاء المشترك قد استطاع أن يبلور خطاباً سياسياً متوازناً لبناء الدولة المدنية، وهو الأمر الذي مهد لخروج مؤتمر الحوار الوطني بتلك الوثيقة التاريخية التي أفزعت كل القوى التي رأت في بناء الدولة الوطنية ونظام المواطنة تهديداً لمشاريعها. سأكرر من جديد، خيار التوافق التاريخي الذي توصل إليه اليمنيون كان بمثابة تجمع لروافد الحكمة التي تناثرت عبر القرون، والذين لم يستوعبوا هذه الحقيقة هم الذين ورطوا هذا البلد في اللجوء إلى خيارات الخراب التي استقر عليها حاله اليوم. وفروا لبعضهم ظروف رفض ومقاومة المشروع الوطني بذرائع بدت متناقضة في شكلها الخارجي، ولكنها متفقة في عناصرها الداخلية، وظلت تدعم بعضها في التصدي لحاجة الوطن، وإن واجهت بعضها بعيداً عن الحاجة الفعلية لبناء واستقرار هذا الوطن. بعيداً عن الجبهات والمواجهات، تتواصل أعمال الشق والردم والتوسعة وسفلتة شوارع مدينة مأرب بوتيرة عالية للتغلب على الاختناقات المرورية والاستيعاب تزايد السكان الهائل في ظل استمرار موجات النزوح للمحافظة. وعنون موقع عدن الغد،
صورة حية من مأرب تلخص ما يحدث في المدينة. وقال مصدر محلي إن مدينة مأرب تشهد أعمال سفلتة لشارع 60 المؤدي إلى الدائر الغربي للمدينة، وبهذا تكون المرحلة الثانية من مشروع الدائر الغربي وشارع 60 قد أنجزت. ويذكر أن المرحلة الأولى من أعمال الدائر الغربي لمدينة مأرب تبدأ من شارع صنعاء باتجاه منطقة الروضة وحتى تقاطع شارع صرواح، وقد تم إنجازها الأشهر الماضية. وقال أحد مهندسي المشروع إن ما تم إنجازه من المرحلة الثانية والأخيرة في المشروع يمثل 75%، مؤكدا أن ما تبقى من أعمال المرحلة الثانية سيتم إنجازه خلال فترة قد لا تستغرق 60 يوما. وأشار إلى أن وجود بعض العوائق من أسوار وبنايات عشوائية، مشيرا إلى أن العمل جار لإزالتها واستكمال المشروع. عن تحول الضحية من إنسان إلى رقم، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناجي مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا. في بحثه يتحدث عالم النفس بوليس لوفيك من جامعة أوريغون عن قدرة أرقام الضحايا وأعدادها المتزايدة على تخدير مشاعرنا الداخلية، فنحن لا نستطيع أن نبني روابط تعاطف بيننا وبين الأرقام، ومن ثم نبقى خارج دائرة الفعل أمام الكثير من الكوارث الإنسانية. هذا لا يعني أن معظم الناس فاقدوا الإحساس أمام من يعانون، بل على العكس تماماً، فالتفاعل الذي نبديه في الحالات الفردية يثبت امتلاكنا لطاقة كبيرة من القدرة على التضامن. لكن يبقى هذا التفاعل مرهوناً بما يسمى تضارب العاطفة والعقل، اتخاذ مواقفنا، إذ أن التفاعل العاطفي هو قدرتنا على الاستجابة السريعة للمواقف، سواء إيجابية كانت أو سلبية. أيضاً يصاب هذا التفاعل بالجمود حين تدخل الأرقام والإحصائيات العقلية في خط الشعور، لذا نصاب بالعجز، إذ إن الأرقام غير قادرة على نقل المعنى الكامل للأعمال الوحشية التي لحقت بجمهور الضحايا. لذلك تفشل الأرقام في تحفيز المشاعر الباعثة على الفعل، فنحن مثلاً نعرف أن الإبادة الجماعية في دارفور أمر حصل بالفعل، لكننا لا نشعر بتلك الحقيقة. ظهور الضحايا كأرقام في وسائل الإعلام بشكل منتظم يحول المآسي إلى أحداث فاقدة القيمة لناحية التفاعل الإنساني معها، أي أنه يخلق حالة من التطبع مع هذا النمط من الأخبار، فتصبح الكوارث جزءاً من روتين يومي يتحول معها المتلقي إلى إنسان مخدر الشعور، لبل قد يصبح الاستثناء هو مرور يوم دون سماع أرقام القتل والجرائم الوحشية. يضاف إلى ذلك مساهمة بعض وسائل الإعلام دون قصد في إعطاب ماكينة الشعور لدى المتلقي من خلال تبني السردية الرقمية فقط في عرض أخبار الضحايا، حيث تعزز بذلك سلوك التجاهل تجاه الكوارث الإنسانية. إن إدراك طبيعة حدوث التعاطف والتفاعل مع المحتاجين أو المحتاجات يمنح المجتمع القدرة على تفكيك معضلة تحول الضحية من إنسان إلى رقم، وأيضاً يتيح ترتيب أولويات التضامن الإنساني، بما يحقق قدراً من العدالة في توزيع المشاعر والأفعال لتصل إلى كل الضحايا الذين تخبئهم الأرقام خلف عداداتها. في صراع كثيراً ما يوصف بالحرب المنسية، تشعر إحدى المدن اليمنية بأنها الأكثر نسياناً على الإطلاق، قال محمد صالح القيسي لصحيفة ذا جاردن البريطانية: أريد أن يعرف العالم كله عن تعز، أريدهم أن يروا ما كانت عليه تعز وماذا يجري فيها الآن. تقول الصحيفة البريطانية: كان بعض الشباب الذين يشربون الشاي الساخن الحلو يحملون بنادقهم على أكتافهم ويلوحون للمارة. فوقهم كانت توجد لوحة إعلانات تروج لكتب من مطبعة جامعة كامبريدج البريطانية وشركة ماكروغهيل الأمريكية. كانت ثالث أكبر مدن اليمن تعرف ذات يوم بأنها العاصمة الثقافية للبلاد، وكان التعزيون يفخرون بتخريجهم أفضل المتعلمين الذين صاروا أفضل المعلمين والمحامين والطيارين وكل ما يخطر على بالكم، لكنها الآن تعرف بأنها أطول ساحة معركة مستمرة في اليمن والأكثر تعرضا للقصف بالغارات الجوية السعودية العنيفة وأكثر المحافظات دموية في الحرب اليمنية المدمرة. وبتعز مزيج قابل للاشتعال من التقاتل فيما بين المجموعات المتنافسة التي سلحها التحالف، بما في ذلك أنصار الإسلام السياسي والسلفيين المتشددين الذين يتألفون من مسلحين متهمين بوجود صلات لهم بتنظيم القاعدة،
قال القيسي وعينه تغرق بالدموع: أعرف ما كانت عليه هذه المدينة، وأعرف لما ذهبت إلى المدرسة. تعز هي مدينة منقسمة إلى شطرين في صورة رمزية قبيحة للصراع الأوسع نطاقا الذي يمزق بلدا كاملا. فمن فوق قمة جبل صبر توجد إطلالة باهرة، ويوفر المشهد الذي كان يجذب السياح في السابق أفضل موقع لفهم الطوبوغرافيا السياسية لتعز. تروي مراسلة الجاردن عن أحد مرافقيها في الزيارة: كنا نسير خلفه بقليل في الشارع المفتوح وهو يقول: أسرتي مختبئة بالمنزل، فالحوثيون يطلقون النار على كل من يخرج. باتت الأسر عالقة في مرمى الجانبين، إذ منحت الحرب لقبا جديدا لتعز: مدينة القناصين. كورونا البشرية أمام امتحان الموت الوبائي، تحت هذا العنوان كتب الروائي العربي وسيني الأعرج مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا: كثيرة هي الأحداث التي هزت العالم في النصف قرن الأخير، فأربكت الجميع وشككتهم في قدراتهم الداخلية، وهزت نظمهم الحياتية التي استقروا عليها بوصفها نماذج مطلقة يجب أن تحتذى وتعمم على البشرية. فيها يتجلى التضامن الإنساني في أنبل صوره، أو يترسخ ما يحكم البشرية من أنانية ضيقة لا تسهم في حل الإشكال بقدر ما تعمد التبريرات المقيتة. فيروس كوفيد 19 وانتشاره بشكل مرعب ضيعت البشرية فيه البوصلة، أثبت هشاشة كل النظم التي اعتمدتها البشرية حتى الآن، ولم يبق منها إلا الجوهر، أنانية ضيقة أمام الخطر الداهم. ما يثير الانتباه اليوم هو مواجهة الصين لفيروس كورونا الوبائي وحدها، مع أن حد أدنى من التعاطف الإنساني الفعلي كان يمكن أن يفيد في تجاوز هذه المأساة في لحظتها الأولى. فقد ظلت الصين وحيدة منذ شهر ديسمبر في مجابهة وباء غير مسبوق، فيروس كورونا. لم تحرك البشرية العظيمة ساكنا، وهي التي تدافع جيدا كلما تعلق الأمر بحقوق الإنسان، كما رتبتها هي من خلال جمعياتها المنتشرة عبر العالم، وتشتغل تحت مجهر القوى العظمى، ولا تعرف كيف تدافع عن حق الإنسان في الحياة قبل حقه في الديمقراطية التي هي حتما أكثر من ضرورة. لم تحرك لا دولة صديقة ولا غيرها أصبعها الصغير عندما كان الفيروس في بدايته، وكان الضرر بعيد عنها ولن يصيب إلا الصين وحدها، ويبقى الفيروس حبيسا هناك في تلك الأرض البعيدة حيث لا أحد غير الصينيين، ونسي الجميع أو تناسوا الفيروس كان قد سكن في مطاعمنا ولباسنا وأكلنا وشربنا وهواتفنا الذكية وطائراتنا وأجهزتنا البيتية وحتى أدويتنا. خلف صفوف آلات الخياطة تعيد الخياطات اليمنيات إحياء أقدم مصنع نسيج في البلاد لصنع كمامات واقية، خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد في هذا البلد الذي مزقته الحرب، والذي يواجه بالفعل أزمة إنسانية خطيرة وفقا لصحيفة لوكرو الفرنسية. النساء في اليمن يصنعن كمامات ضد كورونا. تقول الموظفات المرتديات للنقاب الأسود والقفازات البيضاء بتمرير النسيج تحت آلات الخياطة الخاصة بهن، بينما في الطرف الآخر من المصنع تقوم أخريات بجمع الكمامات في أكياس بلاستيكية يتم تطهيرها بعناية قبل ذلك. تقول فاتن المسعودي وهي واحدة من 20 عاملة في هذا المصنع: الواقع في شرق صنعاء، أنا مستعدة للعمل مجانا هنا من أجل صحة أطفالنا ونسائنا. وتقول فاتن المسعودي: نحن نصنع الكمامات منذ الاثنين، والحمد لله بدأنا قبل أن يصل المرض إلينا. رئيس مجلس إدارة المصنع عبد الإله شبان أو شيبان: منذ شهر مارس قمنا بتحويل جزء من قسم الملابس إلى قسم مخصص لإنتاج الكمامات، ويأمل أن يصل المصنع إلى إنتاجه الكامل بسرعة مع المزيد من الموظفين لإنتاج ما بين 8000 إلى 10000 كمامة يوميا مقابل حوالي 2000 كمامة في الوقت الحاضر. دفعت الزيادة في الطلب التجار الذين لديهم شهية كبيرة إلى زيادة أسعار الكمامات المستوردة بشكل عام. تقول منظمة الصحة العالمية إنها تعمل بتعاون وثيق مع سلطات صنعاء، مثل ما تعمل مع سلطات عدن التي حولتها الحكومة إلى عاصمة مؤقتة. وأصرت ممثلة اليمن لدى منظمة الصحة العالمية ألطاف موساني، أصرت على أن الفيروس لا يحترم الحدود ولا يفرق بين الأفراد في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب.
تأملات في هشاشة العالم التي لا تحتمل. تحت هذا العنوان كتبت السورية سوسن جميل مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفة: لابد أن كل فرد يعيش في هذه اللحظة على كوكبنا المنهك والمنتهك غير سلم أولوياته، فهذا الكوكب يمر بكل أشكال الظلم والبؤس والمعاناة والتجبر والاستكبار والاستغلال والحروب المحلية والأوسع، تتصارع فيه المصالح والنزوع إلى السيطرة والحيازة واللعب بمقادير الشعوب الضعيفة الغارقة في مشكلاتها المنهكة التي تبدو مستعصية على الحل في ظل أنظمة قمعية متخلفة مرتهنة واستباحة المنظومات الدينية والاجتماعية والاقتصادية المستبدة مجالها العام. فماذا يفعل مواطن يعيش في بلاد أنهكتها الحروب والمجاعة والفقر والتشرد؟ مواطن فقد ثقته بأنظمته الحاكمة المتحكمة في حياته، وبات يشعر بنفسه عارياً في الصقيع والهجير تحدق به الأخطار من كل صوب، وصارت حياته ودولته مرتهنتين لإرادات خارجية. هذا العالم ينتج أجيالاً تنمو بين الكوارث والانهيارات والأزمات، ولعل كورونا بإنتاجه هذا المرض الهجومي أكبر كارثة مولدة لكوارث أخرى وأزمات وانهيارات. عالم عاش حربين عالميتين أودتا بمئات الملايين وأطاحتا أنظمة وأنتجتا أنظمة بديلة وأعادتا تشكيل خريطة العالم عدة مرات، وتبعتهما حرب باردة أمسكت بتلابيب الشعوب والأنظمة والدول، وعاش جوائح وأوبئة حصدت عشرات الملايين، ثم الحروب الجديدة التي تحدثها الصراعات بين القوة الكبيرة التي تسود العالم أمريكا وبين بقية الدول والأنظمة الصاعدة خصوصاً الصين، وما يلحقه من قتل ودمار وتخريب دول وشعوب ومجتمعات. ولم يرتدع هذا العالم الجبار على الرغم من كل ما حصل من ويلات خلال قرن، ولن يرتدع. عالم مسعور يلهث وحش المال فيه لتأمين مجاله الحيوي في ظل انهيار البشرية مجتمعة بسبب الجشع والتوغل والشراهة إلى الامتلاك والاحتكار والحيازة والسطوة. فإن يبلغ الدين العام على مستوى العالم 3 أضعاف ناتجه لهو أمر كارثي لن يجعل آلة الحرب تتوقف عن دورانها وطحنها شعوباً بأكملها وإبادتها دولاً ومحوها من الخريطة العالمية. من الطبيعة صور اختارتها صحيفة الجاردن البريطانية لأجمل الأشجار وأعتقها في العالم، نتابعها. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في أخبار جولة من هذه الحلقة.
وبهذه الرسوم المتحركة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة، في أمان الله.